سورة الحجر آية 61، آية 61 سورة الحجر. يا الله يا الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاء آل لوط المرسلون، والمرسلون كانوا ملائكة، قيل 3 وقيل أكثر، لكن ما يهمناش العدد، ما تفرقش، لكن على أي حال كان معهم سيدنا جبريل، لأنه هو الذي قام بقلب قرى قوم لوط بطرف جناحه. يبقى جاءوا المرسلون لأنه قال إيه؟ رب انصرني بما كذبون، قال رب انصرني على القوم المفسدين، فاستجاب الله دعاءه فجاءه الملائكة في سورة ضيوف، شباب جمال الصورة غير معروفين في البلدة التي هو فيها، ولم يعرفهم سيدنا لوط أول الأمر كما حدث مع سيدنا إبراهيم، حتى عرفوه بأنفسهم بعد ذلك. وكان سيدنا لوط فين؟ في قرية سادوم اللي هي موجودة حاليا أو غير موجودة، لأنها طمست عند عين زغر على شط بحيرة طبرية في غور الأردن، اللي هي قرية سادوم. علشان كده الشذوذ يقولوا عليه ايه في الانجليزية؟ سودومي، نسبة للقرية، وهي افضل تسمية من اللواط، لان اللواط تسمية قبيحة باسم نبي شريف فلا تليق، فلا يليق تسميتها العربية. ليه؟ لانه نسبوها باسم نبي، النبي الذي جاء ليقاومها، لكن لو سميناها ايه السادومية او الشذوذ احسن، لكن ما تقولش لواط، ما يصحش. وعشان كده ما حدش بيسمي اسم لوط ابدا. حد سمى ابنه لوط بسبب ايه؟ قبح التسمية مع ايه؟ مع شرف اسمه، لان وصفوا اسمه على عمل قبيح، وده لا يليق. سيدنا لوط كده يعني هيلومنا يوم القيامة، يقول لنا ازاي تقولوا على هذه الفعلة القبيحة باسمي. لكن الانجليز اكثر ادبا في هذه الحكايه، يسموها سودومي، ما يسموهاش ايه الواط، يسموها سودومي او هوموسيكشواليتي، واخد بالك؟ اسمين ايه اللي هو اللي يسموه المثلي، هوموسيكشواليتي يعني المثليه، فهمت؟ فاحنا لما نقول المثليه او نسميها الشذوذ او نسميها فعل قوم سادوم احسن من اننا نقول لواط. يا ريت ما نقولش الكلمه دي، لأن ده يؤذي النبي. تفضل يا سيدي. قال إنكم قوم منكرون. منكرون يعني إيه؟ غير معروفين في هذه البلدة. واخد بالك إزاي؟ قوم منكرون يعني غير معروفون في هذه البلدة، يعني ناس غرباء. يلا يا سيدي. قالوا بل ده اسمه حرف إضراب، يعني بيضرب عن المعنى لمعنى جديد. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون. مش هم كانوا بيستعجلوا العذاب وبيقول لك ايه؟ اثبت لنا انك انت دعوتك مستجابة، طب عجل لنا بالعذاب. فايه؟ فجئناك بما كانوا فيه يمترون، يعني يجادلون ويشككون. فالامتراء هو ايه؟ المجادلة مع التشكيك. يلا يا سيدي. وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. وأتيناك بالحق أي من عند الله، والنبي بيقول حقا علي، القرآن بيقول ايه؟ حقا علينا ايه؟ نصر المؤمنين، وهو ايه؟ من المؤمنين. وإنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، أدي الحق أهو. فجاؤوه بالحق لنصرة الايه؟ المرسلين على من خالفوه. بل أتيناك بالحق وإنا لصادقون، طبعا لأن الملائكة معصومون من أن يكذبوا. يلا يا سيدي.
فأسر بأهلك بقطع بقطع من الليل واتبع أدبارهم أيوه. ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. فأسر بأهلك، أسر يعني اخرج ليلا، يبقى الإسراء هو الخروج ليلا أو السفر ليلا، يبقى يسري معناه إيه؟ المسافر ليلا، يسري فعل اسم على وزن الفعل كده برضو، وهو مضارع أسرى، أسرى يسري، فاهم؟ طب وليه؟ وهي جاية من اليسر أيضا والتيسير، لأن السفر ليلا مخوف، فتقوم العرب تختار له اسم من حروف فيها التيسير تفاؤلا. تملي السفر ليلا في الظلمة مخوف، يقوم العرب بدل ما ايه تخلي الحاجة المخوفة اسمها يخوف، تقوم تديها اسم يدي في تفاؤل، فهمت بقى؟ عشان كده الصحراء المهلكة يقولوا عليها مفازة، يعني يديها اسم على خلاف مفازة، يعني هتفوز ان شاء الله وتنجو منها، وهي صحراء مهلكة يسميها مفازة. والمريض يسميه ايه؟ سليم. الملدوغ يسميه سليم. يبقى عادة العرب تختار الالفاظ التي ايه تعطي معنى فيه تفاؤل في المعاني التي تخافها النفس، وعلشان كده يسري هو المسافر ليلا، وهي فيها معنى الايه التيسير ايضا، واضح؟ يبقى فأسري يعني اخرج ليلا بقومك، لان العذاب حينزل وقت الشروق، واخد بالك؟ عذابهم حيجي امتى؟ وقت شروق الشمس. فانت الحق اترك هذه القرية في الليل قبل ان يجي عليكم الصبح. فأسري بأهلك، وأهلك هنا المقصود بهم ايه؟ المؤمنين به وبدعوته. فأسري بأهلك بقطع من الليل، في اجزاء من الليل، يبقى قطع من الليل في اجزاء من الليل. واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد. يعني إيه؟ يعني اتركهم مخلفين خلفك، ولا يلتفت منكم أحد كمان أثناء المشي، لا يلتفت علشان إيه؟ ما يحنش القرية اللي اتولد فيها وعاش فيها، لأن الالتفات قد يؤدي إلى قلة الهمة في الهجرة، لأن الهجرة صعبة على النفس، إن الإنسان يترك بلده ويترك ارتباطاته والبيوت اللي بناها والتجارة اللي بيتاجر فيها والحياة اللي عاشها، عملية صعبة على النفس ان الانسان يترك هذا كله خلف ظهره. فيقول لهم لا تلتفت لما تركته لوجه الله، حتى لا تحن لشيء، ولا يلتفت منكم احد لما فاته، او ان العذاب كان عذاب يحدث لمن رآه بمجرد النظر، فاذا رآه قد يصيبهم العذاب. فلا يلتفت منكم احد وامضوا حيث تؤمرون، اي بعيدين عن هذه القرية الظالم اهله. يعني اتركهم، اترك الباقي فيهم، اترك الباقي فيهم اللي هو لم يؤمن. واخد بالك؟ لا لا، واتبع ادبارهم، يعني انت زي ما يقول يسوق قومه، يسوق قومه ويترك خلفه ايه الكفار. وكان النبي يسير ايه خلف القوم حتى يكون بسرعة أضعافهم صلى الله عليه وسلم، كان يسوق أصحابه، لما وصفوا سيدنا علي في حديث اللي رواه الإمام الترمذي في الشمائل بيقول كان يسوق أصحابه، يعني يمشي خلفهم حتى يكون بسرعة أضعافهم، وحتى يراقبهم فيربيهم ويرعاهم تحت عينه صلى الله عليه وسلم. ودي كان ديدن الأنبياء. ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون، استمروا سائرين حيث تؤمرون إلى محل النجاة. يلا يا سيدي. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. وقضينا إليه ذلك الأمر، يعني ده أمر مقضي من قضاء الله بقى الذي لا رد لقضائه، أن دابر هؤلاء يعني يقطع دابرهم، يعني ايه؟ يعني يجتثهم اجتثاثا، يعني لا يبقي منهم احد، ان دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، اي حين ياتي الصبح. تفضل يا سيدي.
وجاء أهل المدينة يستبشرون. يستبشرون. لأن هم كانوا شبان جمال السورة، وأهل المدينة إيه كانوا عندهم نوع من الشذوذ، يعني يشتهوا الرجال دون النساء، فلما لقوا شبان جمال الصورة فجم يستبشرون إن في إيه مجموعة جت جميلة، يلا علشان إيه نقضي شهوتنا معه. اتفضل يا سيدي. قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون. نعم. الأول سيدنا لوط ما كانش عارف إنهم ملائكة، فلما جم أهل المدينة يستبشرون قال لهم ده ضيفي، هتفضحوني مع ضيوفي؟ دول في أماني، إزاي تتهجموا علي في داري وتؤذوني في ضيوفي؟ اتفضل يا سيدي. واتقوا الله ولا تخزون. يلا قول تاني، قول واتقوا الله ولا تخزون. قراءة يعقوب يقول ايه؟ فلا تفضحوني ولا تخزوني، يثبت الياء وسطا واقفا. فلا تفضحوني ولا تخزوني، دي قراءة مين؟ يعقوب الحضرمي. تفضل يا سيدي. قالوا قالوا له مش احنا اتفقنا انك انت ما تجرش حد وتمنع حد عنا؟ اولم ننهك عن العالمين، قايلين لك قبل كده اما يجي لك اي حد انت ليس لك جوار عندنا ولا حمايه، لا تنحمي احد. اولم ننهك عن العالمين، اي جوار اي حد من العالمين اي من الناس، يعني كانوا قلالات الادب بجحة مع نبيهم. فهم؟ تفضل يا سيدي. قال ازاي كده بقى؟ انت مش من الشمال كده؟ ولا احنا من اليمين هنا؟ بنخلص صف صف، ما انتوا قاعدين سلطة، اعمل لكم ايه؟ المفروض بنقعد صفوف منتظمة. يلا يا سيدي. قال هؤلاء بناتي ان كنتم فاعلين. بناتي يعني نساء، نسائهم، لان كل نساء قوم نبي يعتبر بناته، لأن النبي في قومه كالأب. يبقى هؤلاء بناتي يعني نسائكم اللي أنتم متزوجين، إن كنتم فاعلين، كل واحد فيكم يجو زوجة يروح يقضي شهوته معها. هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، يعني راغبين في قضاء شهوتكم. يبقى بناتي هنا يعني نساء أمتي. فهم؟ يلا يا سيدي. لعمرك يعني وحياتك، كأن الله أقسم بحياة النبي، وهذا لم يحدث في حد من خلقه إكراما للنبي. أقسم بإيه؟ بعمره، يعني كأنه بيقول له وحياتك يا حبيبي. يبقى ده إكرام، ما بعده إكرام لنبينا. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، يعني غفلتهم. سكرتهم يعني إيه؟ غفلتهم، زي السكران كده يبقى غفلان. يبقى إنهم لفي غفلتهم يعمهون، يعني يتبجحون ويتعامون. يلا يا سيدي. جاء وقت الشروق بقى، نزلت الصيحة، صيحة العذاب. وعلشان كده تلاقي المنطقة اللي كانت فيها يعني قرية سدوم أخفض منطقة على وجه الأرض، اللي هي سموها غور الأردن، 200 متر تحت سطح الإيه؟ البحر. غور الأردن ده البر فيه 200 متر تحت سطح إلى يومنا هذا، سموه غور الأردن، اللي هي منطقة سدوم بما أحيط بها. وتحولت قريتهم إلى عين زغر، يسموها عين زغر. النبي قالها في إيه؟ من ضمن علامات قرب خروج المسيح الدجال أن تجف عين زغر. عين زغر دي عبارة عن جزء من بحيرة طبرية في منطقة قرية سدوم، وهي الآن أخفض ما تكون، يعني تكاد تجف في خلال سنوات قليلة، وجفافها علامة خروج الدجال، عين زغر. فهمت؟ واللي يروح هناك يشوف البحر الميت وبحيرة طبرية، وأنها أخفض إيه البحيرات عن مستوى سطح البحر، وأنها بتجف كل مدى، بتجف كل مدى قاعدة بتجف، لدرجة أن لما زرت القدس ومرينا في غور الأردن في طريقنا للقدس بالسيارة، السائق بقى يقول لي إن
المدن، في مدن اتبنت، بيقول لي دي كانت ميه من 20 سنة بقت مدن الوقت لانها بقت بر، جفت فبنوا فيها. شوف قد ايه، فكلام النبي ماشي صدق. فاللي يجي يقول لك النبي ده مش نبي يبقى جاهل او مجرم او ما اراش او اي حاجه بقى، لان احنا شايفين صدق النبي في كل لحظه، في كل لحظه زي ما النبي بيقول. وعلشان كده فاخذتهم الصيحه مشرقين، صيحه العذاب. يلا يا سيدي. فجعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليهم حجاره من سجيل. فجعلنا عاليها سافله يعني قلبت اتقلبت، رفعها سيدنا جبريل بطرف جناحه القريه بحالها بمن فيها وقلبها، عشان كده سموها المؤتفكه. والمؤتفكه اهوى، اللي هي قرى ايه؟ قوم لوط، سموها المؤتفكه يعني المقلوبه. الحمد لله. وامطرنا عليهم حجاره من سجيل، واللي كان خارج القريه منهم ربنا بعت له حجاره من سجيل قتله. يبقى اللي كان بداخل القرية اتقلب مع القرية، واللي كان خارجها قالوا حجارة السجيل يعني من الجحيم، فإيه فقتله. تفضل يا سيدي. إن في ذلك لآيات للمتوسمين. إن في، قولها تانية، قولها تانية. إن في ذلك لآيات للمتوسمين. أنت بتعمل إيه؟ لآيات للمتوسمين، أنت بتعمل إيه؟ تاني قول. إن في ذلك لآيات للمتوسمين. أيوة كده، اعدل نفسك. إن في ذلك لآيات للمتوسمين، يعني المتعظين. المتوسم في الشيء هو الذي يتعظ وينظر فيه بتفحص فيأخذ منه إيه؟ العظة. يبقى التوسم في الشيء هو الاتعاظ. إن في ذلك لآيات للمتوسمين، أي المتعظين الخاشعين. صدق. وإنها، تفضل اللي بعده. إنها لفي سبيل مقيم. أي وإنها لفي طريق مستمر. الناس راحة جاية عليها شايفاها. وإنها لفي سبيل يعني في طريق مقيم، يعني ما زال الطريق يمر عليه. حتى قريش أيام النبي كانوا يمر عليهم رايحين جايين في رحلة الشام، وبيشوفوا هذه القرى فعليهم أن يتعظوا. وإنها لفي سبيل مقيم، أي طريق قائم مستمر السير عليه. وإنها هنا تعود على قرى قوم لوط، إنها الضمير يعود على قرى قوم لوط. صدق الله العظيم، وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.